أختي؟ تفضلي فوتي، تفضلي. وين ساتيش؟ ساتيش راح السوق مع أبوه من شوي. ما شفتي الطقس برا اليوم؟ من كتر الشوب حسيت كأنه صرنا بتموز. قمت بعتن يشتروا ثياب صيفية. تفضلي تفضلي، شرفي. يا أهلين. لقلك الحقيقة، أنا أجيت لأحكي بخصوص شي مهم. إيه قولي أختي. أنت إجيتي على بيتنا مشان موضوع ساتيش وجانا، بخصوص موضوع الارتباط. أنا وأبوه لجانا قعدنا وفكرنا كتير بهالموضوع هاد، ولقينا بالآخر إنه نحن موافقين على طلبكن. بتعرفي؟ انتي بسطتيني كتير بهالخبر اليوم. انتي حكيتي مع جانا؟ لا، بعتقد انه لازم نستنى لفترة. بالمناسبة انا بعرف مشاعرها. وقت بتكون عم تحكي عن ساتيش، بحس انه هي مو ممكن ترفض ارتباطي فيه ابدا. اختي، ما بتتخيلي قديش فرحتيني. انا كنت متمنية تكون جانا كنتي من زمان، والحمد لله مبين إنه حلمي رح يتحقق أخيراً. لازم ناكل حلو على هالخبر. دقيقة وبرجع. ألو؟ ألو، أنا ساتيش، جانا هون؟ إيه، أنا مانو معك. ليك جانا، لحظة رح أعطيها الخط، دقيقة. ليكي جانو، تليفون إليك. هذا ساتيش. ألو؟ إيه ألو جانا؟ إيه سيد ساتيش؟ أنا بعتلك إيميل من شوي، شوفي أول ما توصلي على المكتب. إيه؟ هو كتير طارق. إيه أستاذ، أكيد رح شوفه. في شغلة كمان، الملف هذا سري، ما بدي حدا يعرف فيه. تذكري هالشي كتير منيح. رح ناقش باقي التفاصيل معك بس إجي على المكتب. فيك تثقفيني أكيد، هالشي رح يبقى سر بيناتنا. اختي، فيني اقلك شي؟ ايه. حاسة انه في شي مو مريح بخصوص ساتيش. شو قصدك؟ ورشة قوليلي، انتي ليش بتفكري بهالطريقة فيه؟ من كم يوم كمان حكيتي عنه بنفس الطريقة. هو بشو غلط معنا؟ قصدي هو دايما كان عم بيساعدنا بكل شيء. هو ما كان عم يساعدنا اختي، بصراحة نحن عانينا من كتير مشاكل بسببه هو، وانتي بالذات. كل سوء التفاهم والمشاكل يلي صاروا بينك وبين صهري صاروا بسببه. بارشو، كل شي صار معي هو اسمي ونصيب. انتي ليش عم تلومي السيد ساتيش؟ ليش وشو وكيف؟ ما عندي ولا جواب على هدول الأسئلة. ليكي اختي، انتي لازم تفهمي انه نوايا ساتيش تجاهك مو منيحة. هو عنيد، انا بهدلته كتير ولسه تصرفاته ما تغيرت ابدا. شو؟ شو قلتي؟ اختي، انا قابلته بهداك اليوم وقت انتي كنتي بالمحكمة، وبيوم افتتاح كراج صهري كمان انا رحت زرت مكتبك. انا ما رحت لحتى اشوفك انتي، رحت لحتى اشوف ساتيش. رحت لهنيك لحتى اقله انه ما بقى يتدخل بحياتك. هو لازم يخبي اهتمامه الزايد فيكي جواته ويتركك بحالك. بس هو ما عم يفهم اختي، هو ما انه مستعد يتغير مع اني حكيت معه وشرحت له. انا عملت هيك بعد ما فكرت منيح. ايه كتير فكرتي. لو فكرتي فعلا ما كنتي غلطتي هيك غلطة. السيد ساتيش شخص كتير محترم، كيف بتحكي معه هيك؟ فارشو، تعرفي
انت رحتي لهنيك وحكيتي معه، بس هو ما خلاني اعرف هالشي ولا غير تصرفاته معي. هو ضل طبيعي وما غير معاملته معي. هو شخص كتير نبيل فارشو، لو كان حدا تاني مكانه كان عمل لي مشكلة بالمكتب. بس السيد ساتيش، اختي انتي ما عم تحاولي تفهميني. انا ما بدي افهم اي شيء. ليكي فارشو، بما انك غلطتي لازم تروحي وتعتذري منه. اعتذر؟ اذا بتريدي انا ما رح اعتذر، ماشي؟ حتى لو انا طلبت منك هالشي؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.